كمان لو هنروح لمحمد الشناوي، هو اتكلم في المؤتمر الصحفي امبارح عن المباراه النهارده وكمان احترام اللاعبين منتخب الجزائر، وقال احنا عينينا على الفوز ببطوله كاس العرب. خلينا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل. طبعا المباراه طبعا هتبقى مباراه كبيره بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر. اكيد طبعا بتبقى مباراه زي انا قلت امبارح بعد الماتش، اول امبارح بعد الماتش قلت ان هي نهائي مبكر. ان شاء الله يا طبعا هم طبعا زي هم بيحترمونا احنا بنحترمهم، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ونركز على الحاجات التفاصيل الكوتش هيتكلم معانا فيها، وان شاء الله ننفذ زي الماتشين اللي فاتوا بالظبط يعني، وربنا يكرمنا كده ويبقى معانا التوفيق بكره ان شاء الله.